عليها اقبال كثير برمضان. شوف سبحان الله نفس ما حكى انه زي القطايف، نحكي القطايف غير رمضان سهل تاكلها، مش راح ترغبها اصلا. اما برمضان ترغبها. نفس الشيء البرازل، برازل نكهتها وطعمتها هي ما بعد الفطور، بعد سفرة الفطور تفطر وبعدها تقعد هيك تصلي تراويح وبتنقرش يا معلم. إنها سرها عند ربنا، صدقني ما أزل عليك. إنه شوف الله عز وجل بذكر في القرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تمام؟ صدق الله العظيم. الموضوع هون البركة والله أعلم إنه موجودة في البلد القديمة أو ما حول المسجد الأقصى إن شاء الله. ميزة البرازق عندنا سبحانه في ملكه أول شيء، إنه رمضان بالنسبة للبرازق والقطايف، موائد رمضان بتيجي بالنسبة للقطايف موسم من حمد رب العباد إنه الناس بتكثر فيه في هذه الأمور، ونفس الأمر بالنسبة للبرازق، يعني في مجال رمضان الناس بتاخذ مجال البرازق على إنه وجبة لهم أو خلينا نقول تسلية فيما بعد الفطر. هون احنا موجودين في منطقة حارة السعدية طبعا فرن الرازم، وبالنسبة لواقع المدينة هون يعني بتعرفي أجواءها واحتفالاتها بمنطقة يعني القدس بداخل السور تختلف عن مثلا خارج نطاق مجال السور. هون مجال البرازق على أساس إنه على الحطب وشغل مثلا البرازق ما هي لها مثلا ميزات، في ناس بيسووها على مثلا على الحطب وشغل مثلا رقيقة. البرازق ما هي إذا كانت مش رقيقة بتكون مش زاكي ما لها طعم، يعني بكون ناشفه ما بتنفعش للاكل. هلا البرازق لازم تكون سميكه جدا عشان بدها تبين طعمها وتبين لذتها بالاكل.